تردت مرات هي قضية ذوك الديون. قضية الديون كيف تعرفوا سبقتها هذه الحكومة اللي ذا هي، وهي قضية متينة شوي شائكة، وكان من اللازم الحكومة آنذاك أنها توقف وتتدخل، إياك ما تلحق هذا المستوى من من من, من التعقيد. على كل حال ما أننا متراجعين عن مسؤولياتنا في القضية، احنا مسؤولين طبعا عن هذه القضية اللي تعايش عملنا الحالي، وبما أنها تعلق بديون، ديون بين أشخاص أو والله بعد أشخاص وهيئة اعتبارية، تكون الدولة على كل حال تقد تسعى في حل في حل في حل في حل للمشكلة، ولكن الحل مستكسي شوي، لأن ما من صلاحيات الدولة بأنها تخلص الديون عن حد معين ولا عن هيئة معينة، وبالتالي كل حد منكم فيه دين يقد دور هذا يطلب بأن الدولة تدفع عنه ديونه، ولكن بعد الدولة مستعدة بأنها تعالج الموضوع مع المعنيين بالأمر إلى عدم التضمين في تنظيم معين، وقطعا هي قضية مطروحة على كل حال، وما نتراجع عن مسؤولياتنا في ذاك الأمر ما دام القضية بين متعاقدين وأنها ماشية على مجراها ما فيها تمس الأمن وما فيها تمس زعزعة البلد. الدولة تخرص ليك الأمور الليكية وتتابعها وتدخل إن شاء الله ولا في الوقت المناسب، ولكن نعرف عنها قضية شائكة وكبيرة، ودولة ما هي ساكتة عنها لأنها ما قد قدمت تصريح في المجال، لذلك ما معناها بأنها ساكتة عن هذه القضية.